جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سوداني مقيم في الطائف رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم شين، يسأل ويقول: في بلدنا بعد السلام من الصلاة يسبح الإمام فيسبح المأمومون خلفه، وهكذا في التحميد والتكبير، ثم يرفع يديه بالدعاء ويؤمن الناس على دعائه، فهل هذا من السنة في شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الأذكار بعد الصلوات، الأذكار الواردة، فإنها تفعل بعد الصلاة، ولكن لا بصوت جماعي كما ذكر السائل من أن الإمام يرفع صوته والمأمومون يتابعونه، فإن هذا غير مشروع ولا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أهل العلم المعتبرين، بل هذه الصفة بدعة، وإنما كل مسلم بعد الصلاة يأتي بالأذكار المشروعة منفردا وبدون رفع صوت يشوش به على الناس، إلا التهليلات العشر بعد الفجر والتهليلات العشر بعد المغرب والتهليل بعد بقية الصلوات، فإنه يرفع به الصوت كما كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى يعرف القادم إلى المسجد أن الصلاة قد انتهت، لكن لا بصوت جماعي منظم كأنها أناشيد أو أن الإمام يرفع صوته ثم يتابعونه، كل هذا بدعة إضافية، بدعة في الصفة. فكل مسلم يذكر الله بالأذكار الواردة بنفسه دون أن يرتبط بالآخرين ولا بالإمام. وأما الدعاء أيضا فإنه مشروع في أدبار الصلوات، يدعو بما تيسر، ولكن لا بصوت جماعي ولا بكون الإمام يدعو وهم يؤمنون، هذا كله بدعة، هذه الصفة بدعة. الدعاء في حد ذاته مشروع، وأما كونه جماعيا أو بالتلقين من الإمام فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.